الكثير من المجتمعات تنظر لعمل غسيل السيارات باعتباره خاصا بالرجال فقط، لكن امرأة في إقليم كردستان العراق تسعى لتغيير هذا المفهوم من خلال إنشائها مغسلة لسيارات النساء فقط ولا يعمل فيها سوى النساء أيضا. ومنذ افتتاح تلك المغسلة الأولى من نوعها قبل شهرين نالت شعبية لدى النساء اللائي يقودن سيارات في سليمانية، لا سيما اللائي لم يكن يرتحن للذهاب لمغاسل سيارات يديرها الرجال. هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي تديره النساء في السليمانية والمنطقة الكردية والعراق ككل. فخورة بهؤلاء النسوة اللائي يعملن إلى جانب الرجال. أحضرت سيارتي إلى هنا تعبيرا عن دعمي المعنوي والمادي لهن. عرفت بالمشروع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأشجع كل النساء بما فيهن قريبات أولا أن يأتين لغسل سياراتهن هنا. فكرت في بدء هذا المشروع بسبب المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة. الناس يناضلون لتوفير احتياجاتهم، وبالتالي أنشأت هذا المشروع لتوفير مصدر دخل لنفسي وللنساء اللائي يعملن معي. أنا موظفة في الصباح وآتي إلى هنا بعد الظهر لأعمل وأدير المشروع. أنا امرأة متزوجة، وكذلك النساء اللائي يعملن معي متزوجات أيضا. النساء اللائي لا يستطعن أخذ سيارتهن إلى مغسلة سيارات يديرها رجال يأتين بها إلى هنا لغسلها. يعجبهن عملنا ويعبرن عن رضاهن عن خدماتنا. قبل افتتاح هذه المغسلة كان الرجال يأخذون سيارات نسائهن لغسلها في مغاسل السيارات، لكن بعدما بدأنا المشروع بدأت النساء يجلبن سياراتهن لغسلها هنا.